بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم ان شاء الله حنبدأ لكتشر 2 بيرولوجي اللي هو الجاميتوجينيسيس. طيب من هي الجاميت؟ الجاميت حتكون عندي يا سبيرم يا اوفا. طيب السبيرم يعني احنا دائما بدأنا في لكتشر الميل، فحنكمل اللي هي التكوين، عملية تكوين السبيرم. اني اكون السبيرم هنا بنسميه سبرماتوجينيسيس. طيب زي ما كملنا المرة اللي فاتت انه جزء صور وجزء حيكون عندي الكلام. طيب ايوه، في كمان حاجة السبرماتوجينيسيس عندها الهابلويد نمبر. طيب مش الديبلويد، الهابلويد معناته حيكون عندي 23 طيب من الكروموزوم. طيب مكانها زي ما تكلمنا المحاضرة اللي فاتت في السيمينيفرس توبيول في التستس. طيب الديوريشن حيكون من البروبرتي تيل ديث، انه من البلوغ تيل ديث. هنا نركز انه ما في ميني باوز. طيب الستيبس عشان نكون السبرم يعني هي 4 تمام، هنبدأ نشرحها واحدة واحدة. طيب أول شيء أبا أذكركم بالخلايا الموجودة في التشو في الليكتشر اللي فات. طيب نقول دقيقة، نقول كذا. طيب هاني سبرماتوجونيا، قلنا إنه هي إنه عندها two types أو عندها نوعين، عندها A و B. طيب السبرماتوجونيا هي أول خلية من بعد الممبرين، بعدها السبرماتوسايد أو البرايمري سبرماتوسايد هتكون the largest cell يعني أكبر خلية. طيب بعدها السكندري، بعدها اللي هو هنا اليومن. طيب وبعدها هنا السبرماتيد، اليومن جوة السبرم. إحنا حنمشي كذا لما نكون السبرم نفسها. تمام، أول شيء حنبدأ بالسبرماتوجونيا. سبرماتوجونيا تايب A، إحنا حنبدأ من خلية لما نوصل للسبرم. طيب السبرماتوجونيا عندها ديبلويد نمبر، طيب لأنها خلية. أول عملية حتصير عندي، يعني حنمسك السبرماتوجونيا في العملية الأولى اللي هي بروفيليشن. راح تتقسم لي بالميتوزز للتايب بي من السبرماتوجونيا. تايب بي اللي احنا التايب بي اللي هي الدوتر سيل، او يعني مدينا نقول انه يعني الدوتر سيل او الابنة او يعني الدوتر سيل. تمام، نركز هنا انه هنا بالميتوزز احنا قلنا انه احنا عندنا نوعين من الانقسامات، ميتوزز وميوزز. الميتوزز حيكون عندي يعني الميتوزز يعني بيقص يعني الهدف، نقول انه الهدف منه انه يعني بيطلع لي نفس عدد الكروموزومات، يعني بيتدبل الدي ان اي وبيطلع لي نفس العدد. الميوزز لا، هنا حيقسم لي بالنص، يعني هنا الميوزز حيطلع لي 23. احنا هنا بنتكلم عن الميتوزز، انا ان شاء الله ما لخبطتكم، بس هنا الميتوزز يعني سبرماتوجونيا تايب A بتنقسم بالميتوزز عشان تكون لي تايب A اللي هي الدوتر سيل اللي عندها. لازم نركز انه هي عندها ديبلويد نمبر يعني 46. طيب بعدين نركز هنا كمان انه اول خطوة او اول عملية انه هنا بيصير لي انكريز في النمبر حق انكريز في النمبر للخلايا يعني. طيب التايب بي لو مسكناها بعدين يعني احنا نبي نخليها توصل للبرايمري سبرماتوسايد. طيب بيصير هنا اسم العملية growth، يعني بتكبر او يعني يعني من اسمها growth انه يعني بتكبر عشان تكون لي البرايمري سبرماتوسايد. احنا مو قلنا انه
البرايمري سبرماتوسايت هي the largest cell أو الخلية الكبيرة الباينة في التيشو هي هذه. طيب هنا نركز كمان إنه هي عندها الديبلويد. ليش عندها الديبلويد نمبر أو 46؟ لأنه هي عندها يعني ما انقسمت لي هي بالميوزيس. طيب تبدأ عملية الميوزيس من البرايمري سبرماتوسايت علينا يعني حنبدأ. طيب ثالث خطوة حتكون الماتوريشن. الماتوريشن يعني تحتها بند رجلي خطوتين أو أيوة خطوتين. طيب اللي هي first maturation division أو خلينا نقول ميوزيس 1 نفس الشيء. والخطوة الثانية second maturation division أو الميوزيس 2. طيب في الماتوري في البرايمري سبرماتوسايد بتنقسم لي سكندري سبرماتوسايد. نركز هنا انه هي عندها الهابلويد نمبر وهذه اول خلية من الخلايا كلها عندها يعني عندها الهالف نمبر او الهابلويد نمبر يعني عندها 23. طيب هذا ميوزيز 1. طيب في ميوزيز 1 يعني احنا بنتكلم عن ميوزيز 1 في ميوزيز 1 بتصير لي عملية جدا مهمة اللي هي اسمها الكروس اوفر. طيب احنا عندنا هذه الخلية. طيب عندها هذا كروموسوم وهذا كروموسوم. طيب لما قبل ما ينفصلوا لخليتين بتصير عملية بينهم انه ركزوا هنا. طيب بتصير عملية ما بينهم اللي هي الكروس اوفر يعني هم بيتبادلوا جزء مرة بسيط من الكروموسوم. يعني احنا شايفين انه هذا كله برتقالي بس هنا لا حيكون يعني تقريبا النهاية على ازرق يعني وهذا ازرق هذا ازرق وعلى نهايته تقريبا برتقالي. طيب هنا هم اتبادلوا. طيب هذا بعد الانقسامات حيطلع لي اللي هو الكروموزوم يعني نشوف اشكالها يعني. طيب ايش بستفيد من هذه العملية او ليش بتصير؟ This is allow genetic variability in resulting sperm. يعني هذا يعني اساسا هذه العملية كروس اوفر انه بتخلي لي الجينات مختلفة عشان كذا انه انا مثلا ما بكون انه كوبي بيست من امي او ابويا بس انا يعني ما اشبههم ايوه بس مو كوبي بيست منهم. طيب قلنا انه السكندري سبرماتوسايد اللي هي اول خلية عندها الهابلويد نمبر. طيب بعدها السكندري سبرماتوسايد راح تنقسم لي برضو لبيميوزيس 2. نركز هنا انه هنا ما حتن يعني 23 لحين السكندري سبرماتوسايد عندها 23 احنا اتفقنا. نركز هنا انه السكندري ما تصير نص 23 لا غلط بتصير هنا 23 نفس ما هو. طيب فهنا برضو عندها هابلويد برضو نمبر 2. طيب ميوزيس 2 ما بيغير لي النمبر للكروموزوم. طيب اخر مرحلة اللي هي الترانزميشن او سبيرميو جينيسيس. نركز هنا على الاسبيرميو مو سبيرماتو جينيسيس. سبيرماتو جينيسيس عملية تكوين السبيرم من اول خلية اللي هي سبيرماتو جونيا تايب اي الين ما اكون نفس السبيرم. بس هنا الترانزميشن ترانسفورميشن سوري او سبيرميو جينيسيس هي عملية اللي هو تكوين نفس السبرم من السبرماتيد ألين السبرم يعني انتقال من السبرماتيد ألين السبرم. أنا هنا بسميها سبرميوجينيسيس. طيب إحنا تكلمنا عن هذه. طيب إنه هنا في هذه السلايدة حنتكلم عن إنه حشرح لكم تركيب السبرم عشان نشرح هذه السلايدة. طيب احنا نعرف انه السبرم بيتكون لي من هيد ونيك وتيل. طيب الهيد اكيد حيكون في جوته النيوكليوس او النواة. طيب النواة اكيد بتحمل لي
يعني الجينيتك فورميشن يعني اللي هي الكروموزومات. طيب هذه اللي هي هذا الشيء اسمه أكروزوم. أكروزوم اللي هو او الكاب حق الأكروزوم هو في جوته انزيم او ايوه انزيم هي اللي يعني بتسهله عملية البنتريشن او عملية الاختراق. طيب النيوكليس زي ما قلت لكم عنده اللي هو الكروموزوم يعني جوته الكروموزوم. طبعا حيكون عندي عددها 23. الجلايكوبروتين كود هذا هو اللي بيمنع لي الأكروزوم وبيمنع لي الإنزيمات إنها ما بتطلع يعني ما بتطلع في وقت مو وقتها. طيب ال النك فيلو دقيقة النك جوته النك دقيقة معلش النك جوته ال شايفين هذه الحاجة الموفية النك جوته السنترولز أو ال يعني ال يعني السنترولز هذه ال يعني الصراحة أنا ناسية إيش هي السنترول هذه بس إنه هي حاجة في جوة الخلية يعني زي ال جوزي أبيرتز والميتوكوندريا وكذا. بس هذه بتمسك لي أو بتثبت لي أو بتسوي لي يعني بتعمل لي أرايز للأكزيال فيلمنت اللي هو التيل كله يعني هنا بسبب النك. طيب البادي جوته هذا الأخضر اللي هو الميتوكوندريا الميتوكوندريا شكلها زي ما هو مكتوب هنا هيليكل. طيب الميتوكوندريا وظيفتها زي ما احنا كلنا عارفين produce energy for motility اللي هو عشان الحركة يعني بس الميتوكوندريا أساسا عشان الانرجي بس هنا عشان الحركة. طيب التيل زي ما قلت لكم فيلو الأكزيال فيلمنت برضو هو كمان response for motility. طيب الترمينال 5 to 10 مايكرون. طيب العملية تكوين السبرم أو سبرميوجينيسيس زي ما قلت لكم سبرميوجينيسيس اللي هو إنه تكوين السبرم من آخر خلية اللي هي السبرماتيد للسبرم. طيب هاي بس أبركز عليها عشان الدكتورة ركزت عليها كمان. طيب عندي إحنا قلنا النيوكليس في هذه الخلية شوفوا هذه الخلية موجود فيها هي هذه الخلية أول حاجة سبرماتيد نيوكليس أو سبرماتيد. تمام النيوكليس هنا حتكون عندي هذه هي طبعا والسنترول حتكون عندي هذه الأشياء الصغيرة هذه الجولجي أبيرتس حتكون عندي هذه هي والأكروزومال فيزيكال حتكون هذه اللي هي فوق النيوكليس. تمام انتوا شوفوا شيكوا على نفس الصور بس انه هذه عشان نفهم يعني. طيب النيوكليس عندي هنا حتسوي لي الهيد اللي جوته الكروموزوم الجولجي أبيرتس حتسوي لي الكاب او الهيد كاب اللي جوته الأكروزوم. طيب الأكروزوم الكاب زي ما قلنا السكريت إنزيم which facilitate penetration of ovum اللي هو عشان يخترق أو يدخل الأوفم. الكاب covered by glycoprotein code which prevent premature liberation of enzyme إنه زي ما قلت لكم الكود هذا بيمنع لي الإنزيم إنها بتخرج في وقت مو وقتها. السنترول هذي elongate to form neck يعني تمتد لي عشان تكون لي النك وعشان تكون لي الميدل بيس اللي هو البادي وعشان تكون لي التيد يعني هي بتمتد.
تمام. زي ما قلت لكم which arise in axial filament. طيب الميتوكوندريا هنا يعني هنا الميتوكوندريا form a spiral sheath around the middle piece and the most of cytoplasm is shaded. السيتوبلازم هنا بيصير اللي عنده shaded أو remove أو بيختفي لأنه كل خلية عندها سيتوبلازم. طيب ال fate of sperm هنا هنتكلم عن ال sperm بشكل أكتر. سوري طيب ضيعت ايوه. طيب احنا ما تكلمنا عن هذه ال السيمن جوته او عدد السبرم جوة السيمن 100 مليون في الملي الواحد. واحنا عندنا الطبيعي يعني لما بيعمل ejaculate بيعمل 3 لـ5 ملي تمام. الملي الواحد فيه 100 مليون. فإذا جينا نحسبها يعني إذا عمل إجاكيليت لـ3 فحيصير عندي 300 مليون. إذا كان 5 أو 4 فحيكون 400 أو 500 تمام. المينت حيكون 60 مايكرون تمام. طبعا كان بينتريت اللي هو كان يخترق. واكيد طبعا حيكون الهابلويد نمبر اكيد. سورس اوف انرجي وموتيليتيت موتايل 3 ملليمتر او مينت. طيب الفيت اوف سبرم يعني حنتكلم عن السبرم زي ما قلت لكم. بعد الإجاكيليشن السبرم حيعيش جوة الفيميل بودي لمدة 72 ساعة. إذا ما صار عندي فيرتيلايزيشن السبرم حيموت. طيب إذا ما صار أساسا من البداية إجاكيليشن الستورد سبرم حتموت أكيد and become absorbed like anybody إنه حتتحلل كأي جسم. طيب حنتكلم عن السيمن. السيمن من محتوياته يعني السبرمز والسكريشن. السكريشن حتكون عندي أكيد من الجلاند الموجودة في كل السيستم حق الميل. السبرم زي ما تكلمنا من البداية إنه هي من التستس أو من السيمينيفرنس تلوبيول from the testis عشان نكون مرة أدق يعني. السكريشن حتكون عندي نسبة كبيرة من السيمينال فيزيكل من البروستيت من البابو يوريثرال جلاند. طيب زي ما تكلمنا الفوليوم أو قد إيش حيكون من 3-5 بير إجاكيوليشن أو كل يعني 3-5. السبرم كاونت 100 مليون في الملي الواحد. طيب هنا حنعرف شوية مصطلحات طبية يعني. طيب إذا كان الكاونت عندي ديكريز أو أقل من الطبيعي حيكون عندي حنسميها أوليغو سبيرمية. أوليغو أساسا معناتها فيو أو لتر أو أقل تمام. if the sperm are absent حنسميها أيزو سبيرمية. if the sperm يعني إذا كانت السبرم أساسا مي موجودة حنسميها أيزوسبرمية. if the sperm are ejaculated dead حنسميها necrospermia. low semen volume حيكون يعني إحنا عندنا الطبيعي من 3 زي ما قلنا لكم إنه من 3-5. لو كان أقل من يعني أقل حتى من 1.5 حنسميها هايبرسبيرميا. بورس سبرم سوري موتيليتي يعني نفس حركة السبرم حتكون عندي ضعيفة أو مي بالسرعة يعني حنسميها الصراع يعني أزيثينوزو سبيرميا. طيب هنا عندي أكيد حتطلع لي في نفس يعني حتطلع لي abnormal form أو يعني أشياء إنه يعني مو طبيعية لأنه 100 مليون مستحيل يكونوا كلهم نورمال يعني.
طيب هذه رسمة للنورمال، هو مو بالضبط زي كذا بس إنه عشان نفهم. النسبة النسبة الابنورمال فورمز المفروض ما تكون أو not exceed 10%. طيب عندنا هذه إنه صور إنه لغالبية الأشياء أو الأشكال السبرم اللي هي ابنورمال. هذا اللي قلنا لكم النورمال. الجاينت حيكون اللي هو العملاق أو شكله كبير. الدوارف حيكون عندي القزم أو سمول. الجاينت حيكون عندي إنه اثنين بس ما انقسموا أو داخلين، يعني زي ما تشوفين داخلين يعني. طيب هذا إن شاء الله إنه كله أتشرح. أيوة، فيصير هنا يعطيكم العافية.